بين حومة البرج وحومة الواد تعلن أقدم نواة سكنية لمدينة قفصة عن استمرارية إشعاعها. هنا تمتد جذور الحضارة وترتبط مع التاريخ الروماني مخبرة عن مجد محفور في ذاكرة المدينة. نمت مدينة قفصة على مشارف وادي البي، على أنقاض المدينة الرومانية وآثارها. تطل المدينة العربي بأزقتها الضيقة وطابعها المعماري المميز للهندسة العربية الإسلامية. تقترن الذاكرة في وادي البي بحكاية المسبح الذي أهدته إحدى العائلات الرومانية للسكان لمقاومة حرارة الطقس والاستحمام. تفيض روح الحضارة العريقة المتواصلة في هذه النقطة من ربوع المدينة العريقة. دار لونغو جزء من ذاكرة قفصة المعمارية. تطل الدار وسط أحياء المدينة العربي بأبهتها وجمالها الفني المعماري، حاملة لمسات من فن العمارة التركية. كان أهل الديار القفصية والمدينة العربي أصل العلم والمعرفة. أصر القفصيون على دفع أبنائهم نحو طريق علوم ذلك العصر. أنا في الحقيقة المرة الأولى أدخلني والدي الكتاب. الكتاب يحفظ الرسائل فيه شوية من القرآن. الوالد قلت له أختك يقري فيه أنا في المكتب ثم في الكتاب. عندما وصلت إلى موصل يعني اللي بأس به كنا في درجة 13-14 سنة، معناها دخلني للزيتونة فأصبحنا ندرس في جامع الزيتونة وهو الفرع المعروف في الحومة القديمة. هذيك الحومة هذيك البلاد القديمة تاع قصة، هذا جامع كبير. جامع الزيتونة الفرع كما أطلق عليه الأهالي أو الجامع الكبير اليوم، طريق الناشدين لكنوز المعرفة. في العهد الأغلبي وخلال القرن التاسع ميلادي تم تشييد الجامع الكبير بقفصة ليشكل بصمة ناصعة مثلت جزءاً من هوية القفصيين الإسلامية وذاكرتهم الدينية. شيد فرع الزيتونة هذا على بقايا كنيسة رومانية في حومة الوادي الرومانية، ليواصل الجامع الإسلامي حمل رسالة الأديان وبث كلمة التوحيد في هذه الأراضي. وتعاقب الأساتذة والشيوخ في التدريس بالفرع الزيتوني، ومنهم الشيخ حسين بوزيان ووالده. جامع الكبير بقفصة جامع عريق من أقدم الجوامع بتونس، يتزامن تأسيسه مع جامع الزيتونة. هو منارة علمية حيث أنه فرع من فروع الزيتونة، خرج الكثير من العلماء. الشيخ البشري بالطيف هذا مدرس بمناظرة ويتقاضى منحة. منين المنحة؟ من جمعية الأوقاف. سي محمد صالح بالحاج صالح هذا القصري، الشيخ إبراهيم الآجري كان قاضي، والقاضي معناها بما أن وظيفته دينية هو الذي يعطي النظر في إدارة الجامع. نذكر من الفقهاء الشيخ الحسين بن مفتي، وهذا له تاريخ كبير وعمر طويلا، وكان شاعرا وكان ذكيا جدا، وقد درس في جامع الزيتونة وتعرف على الشيخ الخضر حسين فالتأم بينهما الجو وأصبح كالفرقدين لا يفارقان بعضهما إلا في الضرورات. جامع الكبير نشيط سائر الأيام، لكن في رمضان عندها جو خاص وحقيقة معناها مميز. جامع الكبير يجو من أطراف البلاد ومن القرى المجاورة ومن المعتمديات المجاورة يأتوا باش يصلوا صلاة التراويح في قصر. وكان الجامع الكبير هذا معناها تقام فيه صلاة التراويح من أول الليالي إلى ليلة 27. تطل زاوية سيدي عمر بن عبد الجواد سليل العائلة النبوية فاطمة الزهراء
كإحدى نقاط الاعتزاز والفخر في ذاكرة أهالي قفصة. المقام هذا مقام ولي صالح، اعتقادي من الزوار وأنه محل بركة، نظراً وأن السيد عمر بعجواب ما يشكش إنسان في تكونت من حضر من سلالة نتاع الأشراف، ومن أجل هذا فتجيء كل الناس سواء داخل البلاد التونسية أو من خارج البلاد التونسية، مثل الجزائريين والليبيين والمرطيانيين والمغرب، كل الناس يجي هنا، يمكن حتى في جهة المشرق يعرفوا السيد عمر. عندما يجوا هنا يجيبوا الولاية متاعهم، يجيبوا الذبايح. تتميز الزاوية بطابعها المعماري البسيط، يذكرك بسكون المتصوفين وتجردهم من بذخ الحياة وبحثهم عن جمال الروح وهدوئها. كل إنسان فهمت لما الحالة هو طلب لله، تطلب ربي سبحانه وتعالى في وسط هذه الزاوية، تطلب ربي سبحانه وتعالى في وسط هذه الزاوية. كل إنسان حسب مقصده، وإنما الأعمال بنيات. كل إنسان فهمت هو حسب نيته، حسب اعتقاده فهمت. يقضوا البعض منهم في نهارين، بعض منهم في ثلاث أيام، وكل الناس ترجع إلى مكانها. تحملنا رحلة الذاكرة في قفصة إلى لوحات من السجاد البربري والكليم التقليدي والمرقوم. تخصصت قفصة في الصناعات الحرفية التقليدية للزربية والسجاد الذي يحمل خصائص النقوش البربرية المعتمدة على الزوايا. الصناعة التقليدية والنسيج اليدوي في ولاية قفصة غني وثري بألوان وبزخارف وبهندسته. النسيج اليدوي متاع قفصة خلى مكانة كبيرة في بلادنا، خلاها تحتل صدارة برشا دول اللي هي معروفة بالصناعة التقليدية متاعها، ومعروف في الصناعة التقليدية والنسيج متاعنا في قفصة تعدد الأنواع متاعه. عندنا المشتية، عندنا الكليم القفصي، عندنا الكليم البوسعدي، عندنا البخنوق العياشي، عندنا البخنوق البوسعدي، عندنا أنواع لا تحصى ولا تعد. ومن كثرة الثراء متاعها والإبداع متاعها خلاني أنا كخريج تعليم عالي وكقفصية أني ندخل في غمار الإبداع هذا، وأني نكون من الأوائل من الشبان اللي تشبثوا في تراثنا وتشبثوا بأصالتنا، وحاولت أني ما نبعدش على تراثنا ونستمد أي إبداع جديد من الأشكال الموجودة في مرقومنا. وأنا من موقعي كشابة كخريجة تعليم عالي اختصاص هندسة داخلية، حاولت أني نستمد من تراثنا وإبداعات تراثنا، من السببين. السبب الأول أني حاولت ما نهربش على تراثنا، ونشجع التونسي والمواطن خاصة القفصي يعرف قيمة الكليم والمرقوم القفصي، ويعاود يرجع يحطها في داره، حتى للي شيء يحطها أنه هو تراث، أنه هو أصالة عراقة يفتخر بها قدام أولاده وأولاد أولاده. على خاطر بصراحة إذا إحنا باش نقعدوا هكا هربين على صناعتنا التقليدية وعلى مرقومنا، راهي خسارة كبيرة لينا كقفاصة، وخسارة لينا كتوانسة، إن إحنا باش نضيعوها التراث هذا إذا إحنا مفيقوش عليه، ونفيقوا بالواقع متاع الجمال متاعه والأشكال متاعه والفن والإبداع. ما هو ظهر لي ما فهم حتى إنسان بشي في حبها الحاجة هذه غيرنا. تستعمل أنامل حوائل قفصية نقوشاً هندسية تعتمد الخطوط والزوايا في رسم أشكال العرائس والجمال والأهرام وغيرها، لتتحول الزرابي إلى لوحات فنية وإبداعية. تحمل مدينة قفصة في اسمها جذورها الحضارية، فكابسا هو اشتقاق من اسم الحضارة التي تعود إلى العصور الحجرية القديمة. وسط المتحف الأثري بقفصة
تنتشر شهادات الحضارة العريقة. هذه عينات من أدوات الحياة والصيد والأسلحة وأدوات التجميل التي صنعها الإنسان القبسي قبل 8000 سنة. مدينة قفصة قد عرفت منذ الألفية الثانية أو القرن الثاني أيضاً قبل الميلاد بأسوارها العظيمة وبتخطيطها الحضري. تولد عديد المصادر التاريخية أن المدينة كان لها سور وكانت لها نشاطات فلاحية وهي أيضاً مركز اقتصادي. فيما بعد وفي الفترة ما بعد الميلاد دخلت المدينة تحت سطح الحضارة اللاتينية أو الهيمنة الرومانية. تفيد هذه النقائش أن قفصة مثلاً أو كبسة القديمة ارتقت إلى مدينة بلدية في عهد تراجان القرن الثاني ميلادي، بداية القرن الثاني ميلادي، ثم في أواخر القرن الرابع ميلادي ارتقت إلى رتبة مستعمرة وهي الرتبة الأعلى في التنظيم الإداري الروماني. تنتشر اللوحات الفسيفسائية العائدة إلى الحقبة الرومانية بين آثار الجهة. مثلما رأينا في المتحف أين تعرض اليوم لوحتين للفسيفساء، تم العثور عليهما في أواخر القرن العشرين في جهة بطن زمور الطلح من معتمدية بالخير على طريق يابس، يعني تعطي صورة للآلهة فينوس وهي في وسط بحر من الأسماك محاطة بالملائكة الصيادون، والأخرى لألعاب المصارعة والقوى، وبها يعني تعدد كافة المراحل هذه الألعاب التي كانت تدار في القرن في الفترة الرومانية في المسارح الدائرية وهي من أهم الخصائص الحضارية للرومان أيضا. كل يوم زاد في الواد ونقز ويجيب توريس ذاك نعومي وذاك محيوط وعلى الراس وكما كانت النخلة وعهد قبل والتراب والحوت والعين ياسر حوايش كانت فيه الواد. تحمل ذاكرة القفاصة حكاية سيدي أحمد زروق الذي تمنى ميلاد عين ماء تسبح فيها زوجته الجميلة، فإذا بعصاه تسدل بركة على المكان لينبع ماء مالح تحلو فيه السباحة. هذه العين موجودة في سيدي أحمد زروق في قفصة، عين مالحة تتواجد بين زوج جبال، ماهيش حاجة معناها عادية. وقع بناء مسبح بلدي في الخمسينات، وهذا متنفس الوحيد لأبناء الجهة وكولاية قفصة ككل. وقعت حفريات أبيار عميقة بالجهة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. حالة المسبح أصبحت آية للسقوط. تحملك رحلة الذاكرة في قفصة إلى عالم الحضارة العريقة المزدهرة في أماكن الحياة المنعدمة اليوم، ليترك عبق الحضارة الإسلامية والعربية المحفورة في أركان المدينة العربي طعماً لا يتلذذه غير أبناء الحضارة القفصية.